هذا واكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء تطلع مملكه البحرين لمواصله تعزيز علاقاتها الاستراتيجيه مع الولايات المتحده الامريكيه وما ارتبط بها من تعاون تاريخي ممتد أسم في تطويرها على مختلف الأصعدة ونوه سموه حفظه الله لدى لقائه بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد ويليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة وبجهودها في تعزيز التنسيق والتعاون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ودعم فرص السلام فيها وخلال اللقاء استعرض اسمه مع سعادة السفير الأمريكي الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك